أصدر القضاء الدنماركي إذن قراراً بحبس المدعو عباس محمد بكر الناصري، وهو شقيق محافظ ذي قار يحيى الناصري وابن المرجع الديني محمد بكر الناصري. حبس القرار جاء بالحبس مدة 4 سنوات، وذلك بتهمة غسيل الأموال. التهمة موجهة إليه بغسيل أموال مبلغ وقدره 57 مليون دولار، وذلك من خلال تحويلات تتعلق بتجارة الحشيشة عبر مكاتب صيرفة يملكها في الدنمارك، وجرائم أخرى تعود لسنة 2014. وفقاً لصحف دنماركية تظهر أمامكم هذه الصحف الآن وفيها البيانات. هذه الحادثة طبعاً أعزائنا أعادت للأذهان اتهام ابن محافظ كربلاء لؤي الياسري بتجارة المخدرات العراقية، وكان تجارة المخدرات وغسيل الأموال أصبحت مهنة ملازمة لأقارب المسؤولين العراقيين. طبعا هذا ما أشارت إليه مواقع دنماركية تحدثت عن القرار الدنماركي، قرار القضاء بحبس شقيق محافظ ذي قار.